بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الله برقيه تعزيه وموسى الى اخي صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه في وفاه دوله السيد زيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء الاردنيه الاسبق كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه تعزيه مماثله الى اخي صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه